أنا لهلأ ما صار لي هنيكم، إن شاء الله ألف مبروك تتهنوا. شكراً عمتي. صحيح والله، ألف مبروك عمي، تتهنوا تتهني مرت عمي. الناس رجعوا ينسجموا، اسطنبول كلها رح تحكي بهالخبر. بشير شفت جميلة شي؟ كانت هون من شوي. ايه شو صار لك؟ احكي لنا شو قال الرجال. انتي شوفي شغلك. صحيح تأخروا شوي بس بلشوا يعزفوا منيح. عنا يلا عدنان، ما عاد فيني وقف على رجلي. يا قلي خلي خدني لجوا شوي تاني حبيبتي، مو حلو هلا مشان الناس الموجودة. مين هذا الرجال؟ شو كان بده من بابا؟ اليوم ممنوع الحكي بالمواضيع اللي معتة. هلأ خلينا نرقص. هذا أبو لنيهان؟ عم يتخانقوا جوا. فيروز خانهم بنتها بيهدروا بعضهم. هالحكي عيب. ليش تخانقوا؟ طلعي فيني، صرتي صبية، كبري عقلك بقى. رقصي، نحن ما دخلنا بغيرنا بالمرة. يلا خلص أنا تعبت. يلا. بابا. انت شو بدك فيه؟ خليني احكي مع بابا. نهال نهال نهال، صورتهم على الموبايل بس ما بعرف اذا كانت الصور رح تطلع منيحة. ماشي لا تاكل هم، ببعت لك ياهم هلأ ما خرج. اذا صار شي تاني بخبرك. لك ما فيني احكي لك على الموبايل، لساتني بالحفلة. انشرهم بس اوعك تذكر اسمي. ها ماشي. هالشي صار من ورا ضعفك نهاد بيك، صار لأنك غبي. بيكفي بقى، لسه الشاطر بيحكي علي، فهمنا حاجة بقى. أنت جبرتيني على هالشي. سمار لا تبكي، كيف الجو برا؟ الناس عم يحكوا علينا؟ تبهدلنا والله، تبهدلنا. أنا بعتذر منك باسم أبي يا عدنان بيك، ومنك كمان سمر. اعتذارك شو رح يفيد هلأ؟ أنا ما شفت هيك قلة أدب. أنا بحياتي ما حدا بهدلني بهالطريقة. ليش هيك؟ مظبوط، ما لازم نترك الشغلة تمر هيك.
بدي ارفع دعوة عليه. رجاء لا تكبروا الموضوع. ليش الموضوع صغير؟ الزلمة إجا زد قنبلة بالعرس وراح. الله رحمنا ما في صحافة. إذا صارت الشغلة بالمحاكم بدها تصير خبر للجرايد وبدهم يبهروا على كيفهم. وأول على آخر بضل أبوه لنهاد. إذا في مشكلة بين الأب وابنه خليهم يحلوا مشاكلهم لحالهم بدون ما نتدخل. فيروز خانم، يلي صار من شوي صار ببيتي وبعرسي كمان. أنا مستحيل أسكت عن هالمهزلة. ما في غير غاية واحدة لهالمهزلة. الرجال بده ينتقم من نهاد لأنه ما سمع كلامه، بده ينتقم مني لأني وقفت جنب نهاد وعم يحاول يحارب ابنه ويفتري عليه، وأنا ما فيني حاسبه، قصدي فيني بس ما رح أتصرف أي تصرف مشان بنتي وزوجها. إذا صارت الشغلة بالمحاكم رح تطول كتير ورح تفرح الصحافة فيها. أنا بوافق على كلامه، حلمي بده هالشي يصير، والكل رح يتضرر من هالقصة، وبالأخص أنت يا عدنان بيك. لحد هلأ ما انذكرت بالصحافة ولا مرة. تخيل قديش رح تفرح الصحافة. يعني المفروض بابا يسكت على هالبهدلة؟ حبيبتي أنت لا تتدخلي. لازم نتصرف بذكاء، تركونا منه. رح ينحكى ورح نسمع كتير. إيه وين المشكلة؟ الناس رح تنسى إذا نحن نسينا. شكراً إلكن. يلا خلونا بفرحنا، صار لازم نرجع لعند ضيوفنا. ضيعت حلقتي. يمكن وقعت مني بالجنينة وما انتبهت، لازم دور عليها. وخلي الناس التانية تدور عليها بعد إذنك. تكرمي مدام. شو بشير؟ قال لازم تقطعوا الجاتو، إنعام خانم قالت لي مشان خبركن. يلا صح صحي بيسان، وانت حبيبتي يلا. ما في داعي نقطعه، خليهم يوزعوا للناس. بس كل الناس مستنيتكم. الحفلة انتهت، ما عاد بدي. ايه نحن تعبنا، بكفي هيك. لحق معكم. يلا خلونا نحن نهتم بالضيوف برا احسن ما يحكوا علينا. خلي الامور تبين طبيعية. ريحوا راسكم شوي. شكرا. نهال يلا لا تزعج حالك بهالقصة، لا تفكر بالموضوع، انت بس ارتاح. ماشي.